مرحبا برج القوس. قبل ما أدخل في القراءة بشكل عام، هذا الشخص جدا يحبك، وجدا قبل الحب عنده احترام وتقدير تجاهك. فالانفصال أو الخلاف اللي حدث بينكم خلاه يراجع نفسه، وخلاه هو أصلا شوي غاضب من نفسه، زعلان من نفسه قبل من أن يزعل عليك. هو زعلان من نفسه لأنه ما اتخذ أو ما فعل الشيء الصحيح في العلاقة. راح أوضح لك سبب الفراق. عندك ملكة السيوف، ملكة الخماسيات التي هي ملكة الرخاء، وعندك العاشقين. أرى أنك احتمال في الفترة اللي كنت مع هذا الشخص في علاقة، لما كنتوا مع بعض كان لديه شخص خلف الكواليس مثل الصورة، كان لديه شخص من الماضي. هذا الشخص لا يحبه، يحبك أنت ومشاعره نحوك أنت، ولكن بغض النظر هذا الشخص ظل موجود وأنت معه في علاقة. فاحتمال أنت اكتشفت هالشي، أنت قررت تنهي العلاقة، أو حدث خلاف بسبب هذا الشيء، وبسبب أنه لم يتصرف بالطريقة المناسبة هذا الحبيب. كمان أقول لك أنه كان في شخص ثاني، لأنه لدينا كرت العاشقين، يعني كأنما هو الشخص الذي في النصف ولديه شخصين محيطين فيه. ولكن اللي أرى من الكرتات أن اختياره من البداية وقع عليك أنت. هو كان واضح بأنه يريدك أنت، يحلم بحياة واستقرار وعلاقة معك أنت، ولكن للأسف أوقات كثيرة في العلاقات عندما ندخل علاقة جديدة ندخلها بدون أن ننهي ونقطع كل متبقيات الماضي أو كل ما يربطنا لحد الآن بالماضي. احتمال يكون من زواج سابق، علاقة سابقة، معرفة قديمة. هذا الشخص يعرفه معرفة قديمة، ولكن أنت الحبيب، تأكد من هذا الشيء، أنت الحبيب بالنسبة له وأنت الشريك. نقطة ثانية، في قراءاتي بشكل عام الإرادة الحرة تغلب كل شيء في طريقها. يعني ممكن أنا أقول لك في فرص أمامك، في أمل أمامك مع الحبيب أو في العمل أو في التجارة، ولكن إذا أنت كنت سلبي، إذا أنت كنت لا تنظر إلى هاي الفرصة على أساس أنها فرصة جيدة، لا تريد الرجوع، متأفف بخصوص الرجوع. هذا الشخص مثلا يحبك، يريد أن يرجع لك، ولكن أنت لا، ما عندك ثقة فيه، انعدمت الثقة. إرادتك الحرة، قرارك الخاص، طاقتك الخاصة تغلب طاقة التارو. التارو تقول لك، التارو يتكلم عن الفرص التي أمامك، الواقع الذي أمامك، ولكن قرارك بخصوص الواقع عزيزي برج القوس هو إرادتك الحرة. هذا هو كان سبب الانفصال. سبب التأخير في عودة الحبيب، لدينا جاجمنت. جاجمنت هو عبارة كأن كرت يوم القيامة أو كرت الأموات يعودون للحياة، هذا الكرت. ولدينا Page of Wands، هذا الشخص فعلا لديه رغبة بأن يرجع الأمور، يرجع معك في علاقة، يكون معك، يرتبط فيك، ولكن لا يريد أن يقع في نفس الخطأ. فاحتمال أنه قاعد يأخذ الوقت الذي يلزمه عشان ينهي كل الأمور المتعلقة بالماضي بالنسبة له. احتمال أنه بالنسبة له شوي صعب، ولكن في النهاية عندما يرجع يريد أن يكون كل شيء جديد، كل شيء على أساس صحيح بينك وبينه، أرض جديدة، أرض خصبة. يوجد هناك احتمال جدا عالي للنجاح، لأن بداية جديدة، بداية جديدة لا يكون فيها أي شيء من الذي حدث في الماضي. فهذا الشخص قاعد ياخذ وقته، يخطط ويرسم من البداية، من الأسس يرسم ويخطط من البداية كيف ومين وأين وما هي الطريقة التي سينهي فيها ارتباطاته بالماضي، ويبتدي فيها معاك بداية جديدة. فطاقة جدا جميلة، يعني أراه كأنه يريد أن يفعل الأمور بالشكل الصحيح هذه المرة، لا يريد أن يقع في نفس الأخطاء أو يجرك معه نفس الوضع أو المشاكل التي عانيتم منها في الماضي. مشاعرك نحوه، أنت تحبه، واضح تراه أنه السولميت،
وترى فيه تحقيق لجميع أمنياتك في الحياة. عندما تتخيل حياتك 5 أو 10 سنين من الآن، الزواج، الأطفال، السفر، علاقتك مع الحبيب، أنت تفكر في هذا الشخص حتى لو كان حاليا عندك شخص ثاني، فرص أخرى، ولكن تفكيرك وحبك واهتمامك هو هذا الشخص. يعني أحس أنك لا ترى نفسك تتزوج أو تبني حياة مع شخص غيره. فهذا شيء جيد أن أنت واعي لمشاعرك بغض النظر عن الأشياء التي حدثت. مشاعر نحوك، Two of Wands، الغصنين والعدالة. مثل ما خبرتك هني، هذا الشخص يريد بداية جديدة معك، ولكن يريدها بالطريقة صحيحة. يعني مثل ما نقول إحنا، يريد أن يأتي من الباب وليس من الشباك. احتمال أن أتى من الشباك في السابق وصارت مشاكل بينكم، ولكن هذه المرة هذا الشخص أيضا قاعد يأخذ وقته، يقرر، يخطط، يزن الأمور بين اليمين واليسار، بين الطرق والأساليب التي راح يتبعها، عشان عندما يرجع لك يريد أن يعطيك الحياة التي استحقها. لأن هذا الشخص قلت لك يحترمك. قبل الحب في احترام ومعزة، وهذا أهم من الحب نفسه. الحب لأنه مع هذا الشخص مبني على أسس قوية، على أسس الاحترام، فحافظ عليها. أنت أيضا عزيزي برج القوس، حافظ على قيمة الاحترام في الحب. هذا الشخص يريد أن يعمل الأمور بطريقة صحيحة، بطريقة أنت تستحقها. هذا هو الموضوع بالنسبة له. نيته 4 السيوف، طاقة البريك. يعني هو ماخذ بريك أو أنت ماخذ بريك. حاليا أنتوا في وضع انفصال أو لا تتكلمون احتمال مع بعض، ولكن هذا الشخص عنده نية. ملك الأكواب، ملك المشاعر، يعني عنده نية أنه ينهي فترة الانفصال، فترة عدم الكلام مع بعض، الابتعاد عن بعض، فترة البريك هذه عنده نية أنه ينهيها. والسبب أن هذا الشخص سوف يأتي، ولكن الجميل مثل ما أخبرتك سابقا، الجميل أنه سيأتي ولكن سيكون متزنا في مشاعره. ملك الأكواب متزن أكثر من ملكة الأكواب. ملكة الأكواب تبين مشاعرها متدفقة، حنونة، واضحة جدا. ملك الأكواب متزن في مشاعره، يعتمد على الأفعال أيضا، ليس فقط الكلام في إظهار المشاعر. فأشوف أن هاي الشخص راح يأخذ تجاهك أفعال وبطريقة جدا كلاس، بطريقة جدا ناضجة. أنضج طاقة هي الكينج، فراح يكون جدا متزن وناضج ورجل أو شريك يعني قوي، شريك يعتمد عليه، شريك ثابت في التوجه باتجاهك. لأنه هو يرى فيك، إذا كنت رجل أو مرأة، ترى الجنس هنا لا يهم، يرى فيك الشريك المناسب الذي يستطيع أن يبني معه. يرى فيك أنت الشخص الذي يستطيع أن يزرع معه ويحصد معه، ومن ثم يعيد تكرار الأمر، يعيش معه أو يكمل معه مثل ما احنا نقول باقي أيام حياته. هو يرى فيك الشخص المناسب له، فناوي إن شاء الله في الفترة القادمة أن يتوجه نحوك. كيف سيتوجه نحوك؟ قلت لك ملك، طاقته ملك، مقرر هذه الفترة أن عندما يتوجه نحوك تكون طاقته جدا ناضجة، يكون جدا متزن. عشان كذي احتمال أنه ماخذ وقته. خطوات القادمة، ملك السيوف، الكوبين. الكوبين هي كارت يشابه العاشقين، كارت الحب، كارت السولميت، كارت الهيام. فأرى أن رح يتواصل معك بطريقة جدا واضحة وجدا صريحة بخصوص مشاعره تجاهك، بخصوص يعني مثل ما احنا نقول رح يواجه الموضوع دايركت، ما رح يكون يلف ودور أو يتكلم مواضيع سطحية معك. عندما يرجع رح يكون واضح وصريح، يتكلم بشأن علاقتكم، بشأن الارتباط، بشأن المستقبل، بشأن خططكم مع بعض. مثل ما قلت لك عزيزي برج القوس،
هذه هي طاقة الحبيب الحالية، ولكن الإرادة الحرة تغلب كل شيء. سواء كنت تريد هذا الشخص، لا تريده، تنتظره، تحب أم تكرهه، هذا شأنك الخاص. هذه هي القراءة العامة. ما تفعل أنت وما تقرر بخصوص هذه القراءة شأنك الخاص. مثل ما أخبرتك، هذا الشخص راجع. في السابق كانت طاقته غير ناضجة معه، كان بيج. البيج هي أقل نضجا في جميع القراءات، ولكن عندما يقرر بينه وبين نفسه أن يكون مستوى الكينج، معناته هذا الشخص قاعد ياخذ وقته أن ينضج، أن يستقر، أن يثبت العلاقة من أجلك ومن أجله، وهذا خبر جيد. الحين راح أسحب كارت نصيحة من Wisdom of the Hidden Realms. النصيحة هذه لك أنت يا برج القوس. أول كارت بالعادة ينقلب أو يسقط هو الكارت الذي اختاره. أوكي، لدينا رابح. The Hungry Ghost. Obsession. Scarcity. Consciousness. Attachment. إذا كان عندك تساؤل بينك وبين نفسك بخصوص الماضي، بخصوص الذي حدث في الماضي، هاي الكرت يقول لك عليك أنت أيضا عشان تساعد الشريك أنه يتوجه نحوك، عشان ترجعون لبعض، عشان تشجعه. ترى مو شرط يكون بينكم تواصل بالكلام، من ناحية الطاقة عشان أنت أيضا تعمل معه وتساعده على أن ينتهي من الماضي. عليك أنت أيضا أن تتوقف عن التفكير في الماضي، في المشكلة التي حدثت قبل، في الفراق، الانفصال، الأمور السلبية التي حدثت قبل. عليك أن لا تنساها طبعا، ولكن لا تعطيها اهتمامك، لأن أنت بهاي الطريقة تساعد الحبيب أيضا على الشفاء، أيضا على تخطي الأمر. على مستوى الطاقة أن تقدر أن تساعده. النقطة الثانية، في هاي الفترة أنت أيضا خذ وقتك عشان تحدد ما الذي تريده، لأن هذا الشخص لما يرجع لك راح يكون مستوى كينج، يعني راح يتواصل معك بطريقة دايركت. فأنت أيضا حاول أن طاقتك تكون ناضجة، يعني لما يرجع يتكلم لك عن الارتباط وعن العلاقة وعن المواضيع الكبيرة في الحياة، عن خططكم للمستقبل، أنت أيضا خليك ناضج وتكلم معه في هذه الأمور. لا تتكلم في الماضي ولا تركز على الماضي، ركز على الحاضر والمستقبل، وكن ناضجا في طاقتك. بما معنى الملك يحتاج إلى ملكة عشان تكافئه في الطاقة، أو ملك الجنس قلت لك لا يهم، ولكن مستوى الطاقة عليك أن تكون تحاول أن تعمل على نفسك في هاي الفترة عشان تكون مناسب له. يعني لا ترجع لنقطة الصفر، ولا تحاول أن ترجع الحبيب معك لنقطة الصفر.